احنا كمان شوي رح ناخد كأس العالم بعدد المتعثرين والمديونين في الأردن. وركزوا معي بتحكي، يعني هاي المسألة لازم نركز فيها شوي. الأردن وصل للمراتب العلى في عدد المتعثرين والمتعثرات والمديونين والمديونات والكافلين والكافلات والغارمين والغارمات. أصبح لدى الدولة الأردنية مشكلة حقيقية اسمها الدين، اسمها الناس مش عارفة تسد. ما بدي أحكي أبالغ أقول آلاف أو عشرات الآلاف، ولكن عدد كبير من الناس هاربين برا البلد ما همش سدوا. ولهذا السبب انطرح موضوع عدم حبس المدين، لأنه هدول اللي إذا بنظل نحبس فيهم منشكل عبء على الدولة أول إشي، على الحكومة الأردنية. رقم اثنين منشكل عبء عليهم وما منحل فعليا مشكلة صاحب الدين. بس المشكلة إنه الدولة الأردنية مش يعني نفسها تحكي إنه عدم حبس المدين، بس في معوقات تمنع هاي الخطوة وأسباب كثير ذكرناها وحكينا فيها. طيب هون المحامي الأستاذ محمد الصبيحي، هو طبعا بالمناسبة كاتب مفكر كاتب صحفي ومحامي، وبعتقد هو متخصص تحديدا بموضوع الدين وعنده رأي في هذا الموضوع. لفت انتباهي مقال إله بيقول لماذا لا يدفع الدائن كلفة حبس المدين. وجهة نظر غريبة بس تستاهل الوقوف عندها. طبعا أنا بين قوسين بحطها في إطار البحث عن حلول لمشكلة الدائن والمدين، حلول تريح جميع الأطراف. بدنا نسمع وجهة نظر الأستاذ محمد الصبيحي، نشوف في ناس تتفق معه وناس تختلف معه، ولكن وجهة نظر تستحق الوقوف عندها لو قليلا. يعني المستشار القانوني المحامي الأستاذ محمد الصبيحي ينضم إلينا. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع الإخوة المستمعين. الله يعطيكم العافية سيدي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أنا حاب أسمع وجهة نظرك، كنت أنا بقدر أقرأ المقال ولكن أنا بدي أسمع من حضرتك مباشرة، شو وجهة نظرك؟ نعم يا سيدي، كما تفضلت في مقدمة الموضوع أنه أصبح لدينا مشكلة عويصة ومشكلة كبيرة جدا تتعلق بعدد الأشخاص يعني السيدات والرجال المحكوم عليهم بالحبس نظرا لي ذمة مالية لبنوك أو لمواطنين آخرين أو لأحكام قضائية. هذه النسبة العالية جدا تؤدي إلى خسارة اقتصادية من ناحيتين. أولا من ناحية في مجموعة من الناس ما استطاعوا يحصلوا حقوقهم، ثانيا في مجموعة أخرى كبيرة جدا، شريحة كبيرة تتهرب من قرارات الحبس، وبالتالي هي أصبحت غير منتجة وغير عاملة وأصبحت عالية على المجتمع، ويعني بيزداد الدين، دين نفسه يقترضوا مشان يرتقوا على أسرهم لأنهم مش قادرين يشتغلوا، على المجتمع وعلى نفسه المسكين. بالضبط بالضبط. الآن يجب البحث عن مخرج في قضية حبس المدين. إذا إلنا ألغينا حبس المدين إلغاء كاملا أصبح هناك لا توجد وسيلة للدائن لتحصيل حقوقه، يعني جميع الدائنين سواء مقتدى أو غير مقتدى حيدير ظهره ويقول له مش حدفع لك، صح. روح سوي اللي بدك اياه في منه. نعم. وهذه ايضا مشكله، يعني تعطيل اموال الناس، تعطيل حقوقهم، تعطيل كذا، ايضا هي مشكله. يعني لابد من حل وسط بين الحالتين. اولا نحن يعني نعزو سبب هذا الكم الهائل من المدينين في البلد الى ثقافه الاستهلاك في الاردن. ثقافه الاستهلاك انتشرت انتشارا كبيرا، حتى اذا يمكن تلاحظ بالاعراس المباهاه في الاعراس، و عرس ابن عمي أحسن من عرس ابني، وابني لازم يكون أحسن من ابن عمي، وهكذا كله بالدين بالدين بالدين. أصبح الأردنيون ينفقون الدخل القادم للسنوات الخمس القادم، مش دخل السنة، دخل السنوات الخمس أنفقوه مسبقا يعني تحمل عبء الدين. ثقافة الاستهلاك هذه أدت إلى نشوء ديون كبيرة. أيضا يعني ما يغذي ثقافة الاستهلاك سرعة أدوات الاقتراض، أدوات الاقتراض في الأردن سهلة جدا ونحن ميسرة، بنوك وبالذات البنوك الأجنبية وليس البنوك المحلية. البنوك المحلية أقل في سرعة الاقتراض. لاحظ ما بدي أسمي بنوك، بعض البنوك الأردنية المحلية بتأخذ القرض بساعتين وبطلب ضمانات وبطلب عم تجينا فروع لبنوك غير أردنية تفتح، وأنا بقول على الهوية، يا سلام والله على الهوية بعطوه 5000 دينار، افتح حساب على الهوية 5000 دينار، سيارتك بدون كفيل تعال خذ. يعني لا تمنح البنوك الأجنبية، لا تمنح أي قروض استثمارية، ما بتمنح أبدا، كلها قروض استهلاكية. لاحظ ذلك، وتحدى تروح لبنك ونقول له بدي سيارة بعطيك إياها بعد خلال يوم، وبعد فترة البنك نفسه بتورط وبصير يدور على حلول وبدي أعمل مشروع إنتاجي ويقول لك مش فاضي لك، ما بعطيك. يعني هذا
قد يكون له مبررات سياسية، قد يكون له هلا بالإضافة للبنوك أستاذ محمد، طبعا البنوك وشركات الإقراض وإلى آخره، يعني تعددت الأسماء، في شركات تمويل متخصصة للمرأة وفي شركات تمويل متخصصة لجميع الناس. كل مجموعة من أصحاب الأموال جمعوا 10 5 10 مليون وبتحول لك شركة تمويل والدولة البنك المركزي يعطي تراخيص ضمن القانون طبعا أكيد. تمام. الآن طيب شو نعمل؟ مواطن واحد تقدم إلى بنك وطلب 3000 دينار. البنك قال له بيعطيك هاي 3000 دينار، بدفعش ما قدرش يدفع تسوية في بده ينحبس. تمام. بيطلع له قرار حبس. ليش؟ ليش بيطلع قرار حبس؟ أنت كمؤسسة مالية متخصصة بالإقراض. أنت الذي اخترت الزبون العميل، وأنت اخترت هذا المدين، وأنت كان عندك فرصة تطلب شروط وكفالات ائتمانية أكثر قسوة مثلا، تطلب ضماناتك الكاملة. صح. بما أنك أنت قصرت في طلب ضماناتك ومنحت بسهولة، فالمقصر أولى بالخسارة. لذلك أنا بقول إيش؟ بقول يجب أن نلغي حبس المدين الذي الدين بذمته ناتج من مؤسسات مالية مصرفية. لأن هذه المؤسسات هي الأقوى، وهي التي تختار الزبون، وهي التي تختار تطلب الضمانات. يعني أنت أستاذ محمد نحكيها بطريقة أسهل منك، أنت بتطالب أنه إذا كان الدين لشخص أو لتاجر لا بنحبس، إذا كان الدين لبنك أو لمؤسسة إقراض أو لمؤسسة تمويل لشخص أو تاجر، لأنه ممكن يجي عندي صديق أو واحد بعرفه وعنده مشكلة ودينه، التاجر أو التجار كلها شغالة بدينه بالشكلات وعطيته بضاعة. معقول أنا ما حبس، بوقف الحركة التجارية إذا منعت. صحيح. أما المؤسسات المالية هي الطرف القوي، وهي اللي تختار وتحدد ضماناتها، والبنك المركزي بس يا استاذ محمد إيه، اذا مشينا على المنطقه اللي انت بتحكيه ما حدش بدا حدا بعدين، لا بصيروا يقرضوا الناس حسب حاجاتهم وحسب ضماناتهم. بصير المقترض باخذ القرض حسب قدرته. هلا مش البنوك الدوليه بتقرض دول؟ صح. مش بيروحوا بدرسوا وضعها وقدرتها وانتاجها القومي وبتدخلوا كمان شو يشتغلوا في المستقبل عشان يضمنوا يسدهم. صحيح. انت كبنك انطي العميل اللي مقترض جاهز، مقترض منتج لقرضه حيعطيه. هذا الحكي سيحد من ثقافة الاستهلاك، سيحد من مغريات الاستهلاك. يعني أنا أستاذ محمد في بعض الحلقات عملتها تصديقا لكلامك، في بعض الإخوان في البنوك بيحكوا لي ناس بيقترضوا عشان يطلعوا رحلة على تركيا أو على شرم الشيخ مثلا، فبالتالي فعليا ما صفى الموضوع مسخرة، وبعدين هذا بنحب يصير غارم. يعني يا سيدي ما هو بيلاقي إعلام بقول له سافر وارجع وشمها بدون دفع أولى. طبعا الشركة اللي طلعته من البنك حورته على البنك طبعا، أقلها أعطوه فيزا إذا مش قرض مثلا، هو الفيزا نوع من أنواع القروض يعني. بالضبط. بطاقة ائتمانية. لذلك نقول طيب هلا عندنا ناحية أخرى، حتى لا يكون حبس المدين أيضا قرارا ارتباطيا، قرارا يعني طلب إيذاء، طلب كيدي. في عندنا حالات بدي أعطيك إياها حتى يعني ينتبهوا الإخوان المستمعين. سيدة قدمت حالات عملية وموجودة في المحكمة، تقدمت إلى مؤسسة إقراض متخصصة، طلبت 4000 دينار، أعطوها 3 أو 4000 دينار باسمها وكفالة زوجها. ما دفعت، طلع قرار الحبس على الزوج والزوجة. الأطفال وين راحوا؟ دخلوا في الحيط الأطفال. طبعا مستقبلهم. أنا ما بحكي لك من عندي، أنا بحكي لك من رؤساء التنفيذ. أنا بسمع من رؤساء التنفيذ قضاة محترمين بيواجهوا قرارات حبس مؤلمة ما بقدر إلا يطلعها، لكنه بكتب القرار وهو يتألم. أنا أعرف أكثر من واحد من رؤساء التنفيذيين وحاكم المملكة، يعني هذا بده يطبق القانون حتى لو ما مشى على هوا. أبدا. بقول أحدهم قال لي مضطر حبست الزوج وزوج. طبعا لا إله إلا الله. طيب أو مؤسسات الإقراض هاي التمويل اللي بتقول لك بعطيك قرض بكفالة زوجك، مش زوجتك، مش مهم زوجتك بتشتغل بتشتغلش. طبعا أنا أقول لك، أنا كان عندي يعني في أحد موظفة في وقت معين، جت ثاني يوم ماخذ 1500، أقول كيف أخذتهم؟ قال والله أنا أخذتهم كفالة أختي. هذه مشاريع تمويل لمشاريع، قال ولا سألوني عن مشاريع، وهم عارفين إنه لا مشاريع ولا بطيخ. شو المشروع ب 300 ليرة؟ بعد 4 شهور جت تبكي عندي، شو مالي؟ قال مش قادر أدفع، بدهم يطلعوا حبس علي وعلى أختي. يا سلام، وين كيف صار؟ يعني أنت الشركة اللي بتروح بتعطي البنت هاي وهي عارفة إنه معهاش تسد، وعارفة إنه هي مش راح تعمل فيهم مشروع 500 ليرة أو 1000 ليرة، هذول أنت تحملوا عن أي مشروع؟ معناته أنتوا تحملوا بمنطق أستاذ محمد صبيح، أنتوا تحملوا عشان تعرفوا تعطوا قروض زي العالم. بالضبط. هذه الناحية. الناحية الأخرى بدنا نرجع للقانون التنفيذي الأردني سنة 1926.
كان متقدما على القانون التنفيذي الحالي اللي هو ما بعرف تعدل كذا مره حتى التعديلات في سنوات تعديلاته. قانون التنفيذي سنه 1926 كان يلزم الدائن بدفع نفقه السجين. انت تطلب حبس فلان الماده 9 منه القانون 1926 يقول على الدائن ان يدفع لمأمور السجن 5 قروش عن كل يوم ولمدة شهر تدفع مسبقا. يا سلام. يعني بده يدفع ليرة ونص، تعرف ليرة ونص هذاك الوقت كانت 1500 ليرة. اثنين مش واحد. بده يدفع دينار ونص لمدير السجن. طلع قرار حبس الزلمة مسكوه تفضل يلا. يروح مسبقا على السجن وبودع بالسجن عند مأمور السجن عند مدير السجن بودع له دينار ونص كلفة حبسه الشهر. فإذا انقضى الشهر يوم 30 ما دفع للشهر البعدي يخلى المديون. هيك جاي نص المديون. استاذ محمد سامي من الولايات المتحده الامريكيه بحكي لك. طب طارق ممكن تسال استاذ محمد بهاي الحاله واحد باخذ قرض من بنك ومقتدر انه يدفع بس لانه عارف انه ما في حبس ما راح يدفع. برضه هاي اشكاليه صح كلامه؟ مزبوط مزبوط. لكن البنك اعطاه شو الضمانات اللي اعطاه اياها البنك؟ ما هو اوكي بغض النظر عن الضمانات انا بعرف انه فيش حبس يلا روح زي ما سمعت خرف بديش اسدك ما فيش حبس. ما هو لا بالعكس تماما. يعني بتعرف لو طلعنا هذا القانون 85% من الشعب الاردني ماخذ قروض بيوت يعني الشقق كلها عن طريق البنوك والسيارات. بطل حد يسد. لا في رهن ما فيش بس مزبوط لكن في رهن على في ما في حبس مزبوط بس في امور اخرى زي رهن العقار وخلافه. طبعا ما في قروض كبيره بالاردن بدون ضمانات. هلا اغلب اللي عليهم قرارات حبس العدد يعني 70-80% منهم قروضهم 4,000-5,000 دينار. طيب وصلت الرسالة. 10 مع الفوائد. وصلت الرسالة. أنا بدي أشكرك جدا المستشار القانوني الأستاذ محمد صبيحي وإن شاء الله لنا في مقبل أيام معك هيك بمقابلات أخرى. كل الاحترام أستاذ محمد. نهارك سعيد يا سيدي. شكرا جزيلا. مع الحدث مع طارق حامد عمزاج أحلى إذاعة.